حاجه رائعه جدا طبعا. نبرحب بيك في البدايه، مبروك النهارده الفوز والبطوله، بطوله بتخش تاريخنا من جديد النهارده. شايفه البطوله ازاي؟ وهل البطوله كانت صعبه علينا فعلا ولا؟ البطوله الحمد لله كانت فعلا اكيد صعبه. فريق كارتاج فريق منافس مهم جدا، بس احنا كنا عايزين نرجع حقنا اللي احنا ضامنينه السنه اللي فاتت، والحمد لله قدرنا ان احنا نعمل ده. البطوله مشيت كلها كويس قوي الحمد لله، التنظيم بتاعها كان كويس، النادي الحمد لله بذل فيها مجهود كبير جدا جدا، نشكره فعلا على الصوره اللي ظهرت فيها، والحمد لله ان احنا قدرنا ان احنا نرجع الموقف اللي حصل معانا السنه اللي فاتت الحمد لله. بعض اللاعبات تحملت على نفسها، ويمكن ايه برده كانت احد الابطال في كده، شايفه ده بينعكس عليكم ازاي؟ وازاي قدرتوا ان انتوا يعني تتغاضوا عن كل الامور الخاصه دي وهدف كان البطوله فقط لك؟ احنا فعلا كان هدفنا من الاول البطوله، صحيح ان احنا كان عندنا بعض الاصابات زي ايه الشامي طبعا، بس احنا بنقدر ان احنا نتحمل عليها في خلال ان هي تكون حاجه طبعا مش خطيره جدا، والحمد لله ان احنا قدرنا ان احنا نظهر في احسن صوره ونفوز النهارده بالشكل اللي احنا فزنا. الحمد لله، الله يبارك فيك.